اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم واحد العصير اللي هو لذيذ بزاف وصحي، خصوصا في الصيف وفي رمضان وفي هذا الحر هذا اللي كاين هاد الايام. هاد العصير كيتكون من بطيخ سويله، كيتكون من شهديه ولا كما كيسميوها بعض الناس الدراق، وكيتكون من عصير ليمون او لا عصير البامبليموس او لا كما كيسميه بعض الناس الليمون الهندي. هذا الليمون هذا كيكون واحد شويه مر، ولكن عنده فوائد كثيره بزاف بزاف، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيعملوا ريجيم وكاين يعني باغيين باش ينقص الوزن ديالهم. المقادير اصلا مكتوبه على الشاشه، وكاين حتى الطريقه مكتوبه على الشاشه. كناخذوا البطيخ، كنكونوا غاسلينه في الاول مزيان، كنقسموه، كناخذوا اللب ديالو، كنقطعوا اللب مربعات باش يكون غير سهل بانه يطحن. كناخذوا شهديه حتى هي كنقشروها وكنقطعوها وكنحيدوا اللب ديالها. البامبليموس حتى هو كنعصروه، كنحطوا كل شيء المكونات في خلاط، كنطحنوا مزيان، الناس اللي كيبغوا السكر كيزيدوه. انا ما كنستعمل السكر، كنبغي عصير طبيعي. كنقدموا العصير ديالنا بارد وبصحة والراحة.